أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. مقتل 3 أشخاص في تفجير بمديرية دار سعد شمالية مدينة عدن. معارك مستمرة في معسكر الدفاع الجوي بتعز، وتعزيزات للجيش تصل الوازعية. ارتفاع ضحايا القصف الجوي في حجة إلى أكثر من 80 شخصا. السلام عليكم. لقي 3 أشخاص مصرعهم في تفجير وقع في مديرية دار سعد شمالية مدينة عدن، ونقل مراسل قناة بلقيس عن شهود عيان قولهم إن الحادثة ناجمة عن انفجار عبوات كان يحملها شخصان في حي زهرة خليل في المديرية. وشهدت مدينة عدن خلال الأشهر الماضية هجمات انتحارية استهدفت مقار أمنية ونقاط عسكرية. إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في المدينة أن قوات أمنية باشرت عمليات نقل متفجرات عثر عليها في مبنى المجلس المحلي بمديرية المنصورة. ونقل موقع عدن الغد عن المصدر قوله إن قوات الأمن بمعية الخبراء نقلوا كميات كبيرة من الذخائر والألغام من داخل المبنى خشية أن يعبث بها المواطنون. وشهدت مديرية المنصورة مواجهة عنيفة بين قوات الأمن المسنودة بطائرات التحالف ومسلحين مشددين تحصنوا في مبنى المجلس المحلي. وفي السياق ذاته، قال وكيل محافظة عدن نصر شاذلي إن السلطة المحلية والحكومة جادة في القضاء على الجماعات التخريبية. وأضاف شاذلي في تصريح لقناة بلقيس أن الحملة الأمنية في عدن مستمرة حتى تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها. فعلا نحن جادون في تطهير عدن، والأخ المحافظ ومدير الأمن وقيادتنا السياسية أيضا جادة في إنهاء هؤلاء الدخلاء على مدينة عدن، وإن شاء الله الحملة مستمرة. طبيعي أن يكون هناك تأثير في أول يوم، ولكن من ثاني يوم أعتقد أنه كان الأمر ملموس للجميع وأن بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها. ولكن أيضا إحنا نأخذ حذرنا، قد بدأت الأمور أصلا تعود إلى طبيعتها مع بعض المناطق البسيطة. ينضم معنا عبر الهاتف من عدن الصحفي بسام القاضي. مساء الخير بسام. مساء النور سرور. بداية بسام، حدثنا عن تفاصيل الحادثة وما نجم عنها هذا التفجير. طبعا اليوم شهد ظهر اليوم في مدينة دار سعد حادث في مجلس رئيس الهيئة الوطنية للجان الشعبية للدفاع عن الوحدة علي كردي. الحادث أثر عن انفجار انتحاري بحزام ناسف ودراجة نارية ومقتل شخصين كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات إرهابية لزعزعة أمن واستقرار العاصمة عدن. علي كردي هو معروف، هو يعتبر الذراع الأيمن للمخلوع علي عبد الله صالح، وهو جهادي سابق في أفغانستان، وملقب كنيته الأصلية الجهادية هو أبو إسرائيل. هذا الشخص كان يقود حملات دفاع الوحدة ويعمل على عمليات اغتيالات سابقة. ولا ننكر أن في تقريبا في العام 2011 تحصل على 4000 قطعة سلاح من وكيل محافظة عدن. نعم. علي كريم شايف، وهو برضه من الموالين المخلوع علي عبد الله صالح، من أجل خلق فتنة بين ثورة التغيير أبان 2011 وشباب الحراك السلمي في عدن، ومن أجل إسقاط المدينة في خلق الفوضى. هذا إن المخلوع صالح هو من يقف وراء العمليات الإرهابية التي تزعزع عمل استقرار العاصمة عدن. اتضحت الصورة اليوم تماما للعالم كامل أن المخلوع صالح
والجناح الموجود في عدن وأذرعه العباسية هي من تقف خلف عمليات سلسلة الاغتيالات اليومية في عدن، وهي من تقف خلف عمليات إرهابية، وهي من تسعى جاهدة إلى زعزعة الأمن والاستقرار اليوم. نعم. الله عز وجل. بس هل سقط مدنيون في هذه الحادثة؟ حتى اللحظة المعلومات التي تتواجد لدينا أنه لا سقوط لأي مدنيين، لأن الجماعة الخلية الإرهابية التي كانت في منزل رئيس الهيئة الوطنية الشعبية للدفاع الوحدة علي كندي كانت على لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المدينة، وبالتالي الضحايا هم النارية كانت ملقمة مستعدة لتنفيذ عمليات إرهابية. نعم، بس هناك من يرى أن العمليات العسكرية التي حدثت في المنصورة ربما يكون لها انعكاس على بقية المناطق في عدن، هل تجد أن هذه الحادثة انعكاس لما حدث بشكل عام؟ أعتقد أن الحملة الأمنية التي شنتها القوات الأمنية مسنودة باشتراك مع قوات المقاومة الجنوبية وإسناد طيران التحالف هي حملة أمنية لاقت ارتياح شعبي واسع في عدن، وبالتالي عملت على تقطيع اوصال هذه الجماعات الارهابيه التي جعلت المدينه المنصوره مكرا لها. الحمله اعتقد انها لن تتوقف على المنصوره، ستشمل البريقه وستشمل دار ساعد الشيخ عثمان، وايضا الحمله هي ضمن الخطه الامنيه من المرحله الثانيه التي تستهدف المديريات المتبقيه. المديريات السابقه التي تم تحريرها من سيطر القوات الامنيه عليها بالكامل، المعلة وكريتر وقرمكتر والطواي، تعيش اوضاع امنيه مستقبله جدا ووضع استقرار امني غير عادي. المرحله الثانيه من المناطق الاخرى المتبقيه اللي هي البريقه والشيخ عثمان ودار سعد والمنصوره، اعتقد اليوم ونحن نتجول في مدينه المنصوره خلال يوم امس واليوم نشاهد ان الحياه بدات تعود طبيعيا الى وضعها الطبيعي، بدات الاسواق تفتح، المحل التجاري تفتح ابوابها. نعم، وصلت الفكره. نعم، الصحفي بسام القاضي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. أفاد مراسل قناة بلقيس أن معارك متواصلة تشهدها مواقع في معسكر الدفاع الجوي بمدينة تعز. إلى ذلك قالت مصادر محلية إن طائرات التحالف دمرت دبابة في الحوبان واستهدفت منطقة المكلكل في صالة، إضافة إلى موقع للميليشيا في الجحملية العليا. كما شن التحالف غارتين جويتين قرب جبل الوعش في الجهة الشمالية للمدينة ومناطق في موقع الدفاع الجوي. وفي السياق ذاته قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري العقيد الركن منصور الحساني إن 27 مسلحا حوثيا قتلوا في غارات جوية للتحالف في مدينة تعز. وأوضح الحساني أن 20 حوثيا قتلوا خلال الساعات الماضية في قصف التحالف موقعا لهم في حي مصلحة الطرقة بمنطقة الحوبان. وذكر الحساني أن التحالف قصف أيضا 6 دبابات تابعة للحوثيين ومخزن أسلحة في مواقع متعددة من تعز. ومعنا من تعز مراسلنا حمزة أمين. مساء الخير حمزة. حمزة هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال. قال محافظ تعز علي المعمري إن الانتصارات الأخيرة في المدينة ستساهم في عزل وتفكيك الحاضنة الاجتماعية للميليشيا في صنعاء وصعدة، وأضاف أن هذا التقدم سيعجل بحسم المعركة واستعادة العاصمة، مشيرا إلى أن موقع تعز الاستراتيجي يشرف على أهم المنافذ البحرية وخطوط الملاحة الدولية ويربط شمال بالجنوب. وأوضح المعمري أن الجيش والمقاومة يحافظان على المواقع التي تحررت خلال اليومين الماضيين ويحققان تقدما مستمرا على المحورين الشمالي والشرقي. أفاد مراسل قناة بلقيس أن 4 من مقاتلي المقاومة الشعبية أصيبوا في قصف شنته ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز. وقال مراسلنا إن صاروخ كاتيوشا أطلقته الميليشيا على مركز قيادة المقاومة الشعبية في منطقة الشقيراء مركز المديرية. إلى ذلك وصلت تعزيزات من اللواء الثالث حزم بقيادة العميد أحمد عبد الله التركي إلى مديرية الوازعية. بلقيس إن التعزيزات تشمل 40 دورية، حيث تقدمت باتجاه منطقة البرح في مسعى لتحرير بعض الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من المديرية. نعم.
ونبقى في تعز حيث عادت الحياة إلى المدينة وبدأ الناس ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في المناطق المحررة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. تمثل عودة الحياة إلى مدينة تعز شيئا مهما بالنسبة للمواطنين، فبعد أن حصرت هذه المدينة 11 شهرا ومنعت من أبسط احتياجاتها كالمواد الغذائية، ها هي أسواقها تمتلئ من جديد بعد أن كسر الحصار جزئيا عنها من الجبهة الغربية. الآن الحياة أصبحت في المدينة حياة مليئة بالفرح، الناس موجودين الآن بكل مكان. لم يأبه السكان بالقصف العشوائي الذي تمارسه الميليشيات الإنقلابية على أحياء المدينة، فهنا تبدو الأسواق مزدحمة والشوارع تمتلئ بالمواطنين الذين خرجوا لقضاء أعمالهم بعد أن غاب عنها هذا المشهد طويلا قبل إعلان فك الحصار. كنا متضايقين صح من الحصار هذا. كسر الحصار جزئيا عن هذه المدينة وعودة الحياة إليها يمثلان بارقة أمل من أجل عملية استكمال تحريرها من قبل الميليشيات الإنقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز. ارتفع عدد الضحايا المدنيين جراء قصف التحالف لسوق شعبية في محافظة حجة إلى 82 شخصاً، وكانت غارة جوية قد استهدفت يوم أمس سوق الخميس الواقع في مركز مديرية مستبأ بالمحافظة. خرجوا آمنين يرجون تجارة بسيطة، لكن ساحة البيع هذه المرة كانت هدفاً لغارات التحالف، فاختلطت الخضروات والفواكه بدمائهم. تتلاحق الأصوات المخنوقة فتتحدث عن عشرات الجثث تم انتشالها من تحت الركام. في التفاصيل أنه في نهار الثلاثاء شنت طائرات التحالف غارات على السوق الذي تسيطر عليه الميليشيا في مديرية مستبأ. منظمة أطباء بلا حدود أكدت أنها تلقت عشرات الجثث المسجاة و35 جريحا بينهم أطفال. محنة المدنيين لن تنتهي مع بلوغ أخطاء الحملة الجوية للتحالف مستوى قياسيا من الغارة والقصف في موازاة الحملة العسكرية للميليشيا على المدنيين في عدد من مناطق البلاد. وحيث تستهدف تلك الغارات مواقع وتحركات الميليشيا العسكرية، فقد زادت حلقات الأخطاء التي تستهدف رؤوس المدنيين. التحالف وبعد ساعات من الغارات أعلن على لسان ناطقه العميد أحمد عسيري تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ولم يقل المزيد. ثمن ما قام به. وبالعودة إلى تعز ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا حمزة أمين. مساء الخير حمزة. مساء الخير حمزة، حدثنا عن المواجهات التي حدثت في الدفاع الجوي والجبهة الشرقية. نعم، حدثت مواجهات عنيفة بين رجال المقاومة الشعبية مسنودين بالجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، بعد أن سيطر شباب المقاومة على أجزاء واسعة وكبيرة من معسكر الدفاع الجوي. يلاحظ الآن كما أفاد لنا مصدر عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات أسفل تبة الدفاع من اتجاه شارع الخمسين، حيث تحاول الميليشيات مستميتة من استعادة المواقع التي سقطت منها لأهمية هذه المواقع. أيضا في الجبهة الشرقية سيطرت المقاومة على عدة مباني في حي الكندي، كان أبرزها مبنى الاستقبال المطل على معسكر التشريفات. أيضا تقدمت في حي الدعوة القريب من القصر الجمهوري، وتم تحرير عمارة الدبعي التي كانت سكنة عسكرية لميليشيات الحوثي وصالح. كما أيضا تم في الجبهة الشرقية مساء أمس من إحراق طاقم يحمل سلاح 23 في جبل السلال بعد استهدافه من قبل رجال المقاومة الشعبية في المحاور الشرقي. يأتي كل ذلك مع ضربات طيران التحالف الموثقة هنا في المدينة، حيث تم قصف وادي عريش شمال للمدينة وتم تدمير دبابة بالكامل. أيضا في مصلحة الطرقات تم تدمير دبابة في شارع الهوبان وفي تبعة السلال بصالة، أيضا كانت ضربات موثقة للتحالف. وفي منطقة المكلكل ومعسكر الأمن المركزي ومعسكر العلاء بالحوبان ضربات التحالف هنا في هذه المدينة تبدو موثقة بالنسبة لرجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني. هذا يعني حمزة أن التقدم للمقاومة مسنود بطيران التحالف في هذه المناطق التي تتحدث عنها؟ نعم، هذا كما أفاد رجال المصدر في المقاومة الشعبية اليوم بأن ضربات الطيران في هذا اليوم هي ما ساعدت من التقدم في الجبهة الشرقية. أيضا بالأمس استهدف الطيران معسكر الذخيرة الذي كان يقع في الجهة الشرقية من معسكر الدفاع الجوي، وهو ما أدى إلى انهيار كبير في صفوف الميليشيات وتراجعهم إلى الخطوط الخلفية من المعسكر.
مما مكن رجال المقاومة من السيطرة على الأجزاء الواسعة في المعسكر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك حمزة أمين مراسلنا، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إلى محافظة مأرب، حيث نفذت وحدات أمنية وعسكرية التمرين التكتيكي الخاص بمكافحة الإرهاب وملاحقة المخربين وتحرير الرهائن وكيفية التعامل مع المواقف الخطرة. وشاركت في التمرين كتيبة المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الثالثة وكتائب نوعية من القوات الخاصة ونخبة من قوات مكافحة الإرهاب. الشرطة العسكرية، عليكم استلام الأسرى. استعدادات في مأرب ليس لخوض المعارك في جبهات القتال، بل إنها مخصصة لمواجهة الإرهاب الذي أصبح هو الآخر يهدد البلد برمته. تدريبات أمنية من نوع آخر تهدف إلى مواجهة العمليات الإرهابية المحتملة بعد استكمال تحرير محافظة مأرب من تواجد الميليشيا والقوات الموالية للمخلوع صالح. إذ نفذت وحدات أمنية التمرين التكتيكي الخاص بمحاربة الإرهاب وطرق التعامل مع الإرهابيين وأوكارهم بالمحافظة في مهمة تأمينها بشكل كلي بعد الحرب التي عاشتها وتعيشها في بعض أجزائها خاصة في صرواح. وشارك في التمرين الذي أطلق عليه تمرين العاصفة كتيبة من المهام الخاصة التابعة للمنطقة العسكرية الثالثة وكتائب أخرى تتبع قوات الأمن الخاصة والشرطة العسكرية والأمن العام وقوات النجدة، بالإضافة إلى قوات من مكافحة الإرهاب. مدير أمن محافظة مأرب العميد محمد القحوم أكد أن العملية والتمرينات التي أجريت كان لها نسبة كبيرة من النجاح، وهو ما يعطي رسائل قوية للداخل والخارج بقوة وقدرة قوات الجيش الوطني حد قوله. أولا هي رسالة للخارج والداخل أن هناك أن الأمن في محافظة مأرب بينعم بالأمن والاستقرار، وأن سيادة الدولة باصدة على جميع إطار المحافظة بشكل عام وبما في ذلك عاصمة المحافظة، وقوات الأمن هذه والقوات المساندة لها هي رسالة لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار في إطار محافظة مأرب والمحافظات الأخرى إن شاء الله بإذن الله تعالى عندما تكون تحت سيطرة الشرعية. يأتي إجراء تلك العمليات والتدريبات في ظل استمرار الحرب في المحافظات المجاورة لمأرب، ويعد هذا تحديا كبيرا للقيادة الأمنية والعسكرية في المحافظة. سيطرت المقاومة الشعبية على جبل أمدة والقرى الواقعة في منطقة السرين بمديرية العدين في محافظة إب. وقالت مصادر في المقاومة إن اشتباكات عنيفة دارت بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع بمنطقة الشعاور والأهمول وحليمة، وتدور مواجهات مستمرة بين المقاومة الشعبية والميليشيا منذ أشهر، إذ تتصدى المقاومة لهجمات الميليشيا ومحاولاتها في السيطرة على مناطق مديرية العدين. وصل الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى مملكة البحرين قادما من دولة الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين. وقالت وكالة الأنباء سبأ إن الرئيس هادي عقد جلسة مباحثات رسمية مع ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، حيث استعرض علاقات البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك. من جهته أكد ملك البحرين موقف بلاده الداعم لليمن ولشرعيته الدستورية، مشيرا إلى أن البحرين تقدم كل إمكانياتها لدعم اليمن في جميع الجوانب المختلفة من خلال الإسهام في معالجة الجرحى وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. أعلنت الكويت تخصيصها 100 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن التي سيتم استغلالها خلال الفترة المقبلة. وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد بحث وزير المالية منصر القعيطي مع نظيره الكويتي أنس الصالح علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها، كما بحث مساهمة الكويت في إعادة الإعمار في اليمن بعد انتهاء الحرب التي شنتها الميليشيا الانقلابية على عدد من المحافظات. قالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي بالرئيس عبد الرب منصور هادي في الرياض بعد عودته من الكويت. وقالت المصادر إن ولد الشيخ سيتوجه الأسبوع المقبل إلى مسقط لإجراء سلسلة من اللقاءات مع ممثلي ميليشيا الحوثي وصالح بهدف التوصل إلى توافق يعلن على أساسه عقد جولة جديدة من محادثات السلام بنهاية الشهر الجاري. نتصل مرة أخرى مع كل من يعنيه الأمر. وفي السياق ذاته قال مسؤول في الأمم المتحدة إن والد الشيخ يحمل مقترحات جديدة حول أجندة القضايا
التي تطرح على طاولة الجولة الجديدة من الحوار والضمانات المقترحة لإلزام الجانب الحوثي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2216 وترتيبات الانسحاب من المدن. يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإعلان جولة جديدة من المحادثات اليمنية في نهاية شهر مارس الحالي، في الوقت الذي لم يتحدد بعد مكان انعقاد الجولة المقبلة سواء في العاصمة السويسرية جنيف أو في دولة عربية أخرى بالمنطقة. نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله أبدى استعداد بلاده لاستضافة جولة المحادثات المقبلة، وقال إنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والأطراف المعنية بذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الكويت لإيجاد حل سلمي في اليمن. جاءت تصريحات جار الله عقب مباحثات أجراها المبعوث الأممي مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد صباح ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد يوم الأحد الماضي حول الوضع في اليمن والتحضيرات الجارية لجولة جديدة من المفاوضات. كثف المبعوث الأممي من لقاءاته وجهوده الدبلوماسية خلال زيارته للمنطقة بهدف التوصل إلى توافق يعلن على أساسه عقد جولة جديدة من المحادثات. وبعد لقائه بأمير دولة الكويت يعقد ولد الشيخ أحمد مباحثات مع الرئيس هادي بالمملكة العربية السعودية، كما يلتقي عددا من المسؤولين السعوديين، ثم يعقد اجتماعات أخرى في الأسبوع المقبل في العاصمة العمانية مسقط مع ممثلين عن حزب الرئيس المخلوع وممثلي ميليشيا الحوثي. التحضيرات الجارية لانعقاد جولة المباحثات اليمنية تأتي رغم عدم التزام ميليشيا الحوثي المخلوع بإجراءات بناء الثقة التي تم التأكيد عليها في الجولات المقبلة، أهمها الإفراج عن المعتقلين وفك الحصار عن تعز والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. لكن المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني استطاعا خلال الأيام الماضية فك الحصار الجزئي عن مدينة تعز من الجهة الغربية، وبالتالي فإن هذه الانتصارات للمقاومة والجيش الوطني يفترض طبقا للتوقعات أن تفرض نفسها على أجندة المباحثات المقبلة بمزيد من الضغط على الميليشيا لتقديم التنازلات والرضوخ للشرعية الدولية المتمثلة بقرار مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع 2216. وقع وزير الأشغال العامة المهندس وحي أمان مع مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية غازي أحمد اتفاقية مشروع إعادة إعمار المباني السكنية وتأهيل الأضرار لحوالي 6000 مسكن في عدن بكلفة تقارب ملياري ريال يمني. ويشمل المشروع في مرحلته الأولى ترميم وإعادة إعمار المباني السكنية المتضررة جزئياً. ودعا أمان كافة الجهات المانحة والمنظمات الداعمة للمساهمة وتقديم الدعم المادي والفني للاستمرار في المشروع وتنفيذ مراحله اللاحقة لباقي المحافظات المتضررة في الحرب من الحرب في اليمن. فرصة طيبة اليوم بإذن الله تم توقيع أول خطوة نحو إعادة الإعمار خاصة للمباني المتضررة في محافظة عدن. تم بحمد الله اليوم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى بالعودة للمسكن اللي تساهم فيه الحكومة كخطوة أولى نحو ترميم جميع المباني المتضررة نتيجة الحرب. المشروع هو كبير جدا، مكون من عدة يعني نماذج. النموذج الأول اللي هو يعني تأهيل سطحي لبعض المنازل، وتأهيل متوسط، وتأهيل أعلى من المتوسط بشيء، وإحلال. نحن دورنا هو تنفيذ المشاريع اللي هي تدخل ضمن يعني مدرج اللي سطحي، وهو بيكون مشروع إيضاحي يعني يتدرب فيها الكادر، وعلى ضوء الحصر اللي تم من قبل مكتب الإنشاءات. دشنت مؤسسة المعلم للتنمية مشروع دعم مستشفى الجوف العام بالأدوية والمستلزمات الطبية برعاية المحافظ اللواء حسين العواضي. وأكد مدير المؤسسة صالح جمالة مساندة جهود السلطة المحلية في تنمية المحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مشروع دعم المشفى بلغت تكلفتها 45,000 دولار. وقال مدير مستشفى الجوف الدكتور عدنان بجاش إن المستشفى استقبل منذ افتتاحه أكثر من 2000 حالة مرضية بعضها من جرحى الحرب،
داعيا الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لتكثيف مساعداتهم للمستشفى حتى يستمر في أداء مهامه. فاقمت الحرب من ظاهرة عمالة الأطفال وزادت من أعدادهم في مختلف محافظات البلاد، ففي الحديدة اتخذ عدد من الأطفال الطريق الرابط بين المحافظة والعاصمة صنعاء نقطة لبيع الفواكه رغم المخاطر التي تحدق بهم. على الطريق بين مدينتي الحديدة وصنعاء يتسرب الأطفال من هذه القرى، ينصبون أحلامهم على الطريق السريع أملا في توفير لقمة عيش كريمة. يبيعون الفواكه لكن المخاطر حولهم كبيرة، إذ تصبح حياتهم في مهب العنف كالحوادث التي تترك لهم الإعاقة مجبرين كما حدث لبعض أقرانهم. محمد ذو العشر سنوات اختط لنفسه عملا أكبر من حجمه، على ذات الطريق يغسل الشاحنات الكبيرة وسط قسوة البرد وتعرضه لمخاطر عديدة نفسيا وجسديا. لا شيء متاح من أحلام الطفولة في هذا البلد، فكل شيء أصبح في قطيعة مع الحياة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. مقتل 3 أشخاص في تفجير بمديرية دار سعد شمالي مدينة عدن. معارك مستمرة في معسكر الدفاع الجوي بتعز، وتعزيزات للجيش تصل الوازعية. ارتفاع ضحايا القصف الجوي في حجة إلى أكثر من 80 شخصا. وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.